السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بدأت بعض الأكاديميات في نشر مراكز اجتياز مباراة تضيف الأساتذة والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين أطر الأكاديميات دورة نوفمبر 2020، حيث نشرت مديرية جرسيف اليوم بعض المراكز أو كل المراكز التي سيتم إجراء المباراة فيها يوم الأربعاء 25 نوفمبر سنة 2020، حيث سيكون هناك أساتذة السلك الابتدائي تخصص مزدوج. بمراكز الإجراء ستكون الثانوية التأهيلية الحسن الداخل، والثانوية التأهيلية المستقبل، والثانوية التأهيلية ابن سينا، والثانوية التأهيلية الزرقطوني، والثانوية الإعدادية الإدريسي، ثم الثانوية الإعدادية ابن رشد. وكما هو معروف المباراة ستكون على الساعة 8:30 إلى 12:30 كما سبق ذكر ذلك، فالابتدائي وحده من ستكون له 4 ساعات لاجتياز هذه المباراة. أما بالنسبة لأساتذة السلك الابتدائي تخصص الأماتيغية فستكون بالثانوية التأهيلية الزرقطوني، وبطبيعة الحال هناك فقط 3 ساعات من الساعة 8:30 إلى الساعة 11:30. أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي تخصص اللغة العربية وتخصص اللغة الفرنسية وأيضا التربية الإسلامية سيكونون بالثانوية التأهيلية الحسنة الداخل. أما أساتذة التعليم الثانوي اللغة الإنجليزية وتخصص الرياضيات سيكون بالثانوية التأهيلية المستقبل. ثم سيكون أساتذة التعليم الثانوي الاجتماعيات والفلسفة والتربية البدنية بالثانوية الإعدادية ابن رشد، يعني تقريبا نفس المراكز التي ستعمل بالصباح هي نفسها التي ستعمل بالمساء، لأن أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي غادي يكون عندهم مباراة من الساعة 2:30 إلى الساعة 5:30. أما أساتذة التعليم الثانوي الفيزياء وعلوم الحياة والأرض والمعلومات سيكون بالمركز أو ثانوية التأهيلية ابن سينا. أما فيما يخص ملحق الاقتصاد والإدارة ثم الملحقين الاجتماعيين يعني يكونوا بالثانوية التأهيلية الزرقطوني، يعني أطر الدعم الاقتصاد والإدارة وأطر الدعم الاجتماعيين يكونوا بالثانوية التأهيلية الزرقطوني. أما أطر الدعم التربوي يعني ملحقين تربويين يكونوا بالثانوية الإعدادية الإدريسي. وسنوافيكم بباقي المراكز بباقي المديريات كلما توصلنا بأي جديد إن شاء الله. ما تنسوش أنكم تابوناو في هذه القناة وتفعلوا الجرس لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. تحياتي لكم وأتمنى لكم كل التوفيق.